البداية بملف سونالغاز، حيث بلغت خسائره أكثر من 60 مليار دينار، أي ما يقارب من 500 مليون دولار منذ بداية فيروس كوفيد-19. وكشف الرقم من قبل رئيس الشركة ورئيس التنفيذي شاهر بولخراس، وشدد السيد في تصريحاته للصحافة على استعداد الشركة لمنح كافة التسهيلات لعملائها لاسترداد ديونها موزعة بين الإدارات والعاملين الاقتصاديين. وبحسب رئيس التنفيذي لشركة سونالغاز، قررت إدارته عدم قطع الكهرباء حتى نهاية الأزمة الصحية للسماح للمواطنين بالتغلب على هذه الفترة الصعبة على حد قوله. في نفس الوقت أعرب أن هذا القرار أدى إلى تراكم الفواتير غير المدفوعة، مما يدفع الشركة للعمل بشفافية ومرونة تامة من خلال فتح قنوات الحوار مع المعنيين من خلال منحهم إمكانية سداد ديونهم عن طريق التسهيلات. من جانب آخر، تسبب فيروس كوفيد-19 في انخفاض بنسبة 23% في حجم المبيعات، وهذا يعني أن نفطال خسرت ما يقرب من 700 مليون دولار منذ بداية وباء كوفيد-19. في ملف نفطال دائما، ما زالت موجة الغضب والسخط بارزة لدى عمال القطاع، حيث هدد العمال بالإضراب في البوليدة والجزائر وباتنا وبيجاية وسكيكدا. وعلمت الجيري بارت أن العديد من العمال دخلوا في احتجاج لسبب سوء التسيير. بدأ هذا الغضب من عمال نفطال منذ 22 يونيو عندما طفت فضيحة بتروجيل، حيث أجبرت نفطال رئيس التنفيذي لشركة سوناتراك توفيق حكار على الإمداد برشاقة مع توزيع مدفوعات على جدول زمني طويل. أصدر مدير اتصالات نفطال جمال شردود يوم الأربعاء إحصائيات مخيفة، انخفض وقود الطائرات البحرية بنسبة 67% بشكل عام منذ منتصف مارس، وكان الانخفاض أكثر وضوحا لوقود الطائرات، حيث انخفض الطلب على الكيروزين الذي انخفض بنسبة 77% بسبب انخفاض الحركة الجوية. وعن تسويق وقود الأرض، سجل انخفاضا إجماليا بنسبة 16% خلال نفس الفترة المرجعية على حد قوله. وأوضح أن الانخفاض في استهلاك البنزين قد زاد بشكل ملحوظ بانخفاض قدره 18% مقابل انخفاض بنسبة 15% للديزل، وشهد غاز البترول المسال انخفاضا بنسبة 5% خلال نفس الفترة. على الأخبار وأحوال سوناتراك، أكد موقع الجيري بارت الإلكتروني أن المجمع يسير حاليا من طرف شخصين يتعلق الأمر بتوفيق حكار وزوجته السيدة يمين حكار، التي تمارس صلاحيات واسعة وكان لها دور بارز في إقالة العديد من المسؤولين وتنصيب آخرين تربطهم علاقة قرابة، حسب ما نشر في موقع الجيري بارت.